مرحبا اصدقائي كيفكم ما كناي من قناه نيمو شفتوا الدخله تبعنا شلون لعبه مصريه 100% لعبه عربيه ان شاء الله راح تكسر الاسواق كلياتها وان شاء الله رح تكون لعبه هاي السنه لعبه اليوم معنا اللي هي فرسان النور او نايت اوف لايت هاي اللعبه من تطوير استوديو مصري خلينا هلا نحكي عنها بالتفاصيل كامله كلياتها ما رح احرق عليكم شيء كملوا المقطع الاخر فهموا شوي اللعبه مشان تعرفوا وبتمنى منكم تدعموا هاي اللعبه لانه هاي اللعبه فعلا ان شاء الله رح تكسر الدنيا اذا نزلت مثل هالمواصفات اللي انا لقيتها وانا شرحت لكم اياها هلا بهذا المقطع اشرح لكم اياها واقول لكم عليها كلياتها اذا انت اول مره عندي تشاهد الفيديو بالقناه يا ريت تشترك فعل زر الجرس وحط لايك للفيديو شوف الفيديوهات القديمه عندي بالقناه وشكرا على المشاهده وكمل المقطع للاخر ويلا مع بعض لعبه فرسان النور وهي نايتس اوف لايت هاي اللعبه من تطوير استديو رامبلينج جيمز هذا الاستديو مصري مية والمطورين فيه بيشتغلوا كلياتهم مصريين وعرب هاي اللعبة رح تكون رح تنزل بتاريخ تسعة وعشرين اثنين خلال هذا الشهر وان شاء الله اللعبة رح تكون مميزة وحلوة جدا هاي اللعبة نحكي عنها بالتفصيل كامل هاي اللعبة اول لعبة من الاستديو المصري اللي هو رامبلينج جيمز استديو واعلن ايضا الاستديو بان اللعبه ستصدر عبر المنصات كلياتها على الاكس بوكس وبلاي ستيشن 4 وعلى البي سي 29 2 مطلع شهر يونيو يعني. كشف الاستديو انه رح تنزل على متجر ستيم حاليا 29 2 والاستديو اول شيء مشان نكون بدايه هذا الاستديو نحكي عليه هذا الاستديو نزل هاي اللعبه وحكى عليها بمطلع شهر يونيو الماضي كشف الاستديو بانه هي اللعبه رح تتواجد على موقع الدعم الشهير كيك ستارتر اللي هو هاد بتنزل فيه اللعبه وبتطلب دعم بهي اللعبه او حدا يتبنى هي اللعبه كامله مشان تطور اكثر واكثر وكذا لعبه وكذا شغله بتقدر تنزل بهذا الموقع هذا الاستديو طلب دعم كامل لهي اللعبه اللي هو 108000 دولار طلب هذا المبلغ مشان تقدر اللعبه تكون متطوره كامله كلياتها هاي اللعبه لقت دعم كبير من قبل اللاعبين اندعمت من قبل 213 شخص بمبلغ وقدره 15 ألف دولار من قبل 213 شخص دعموا هاي اللعبة ب 15 ألف دولار ومثل ما حكينا الاستوديو أعلن انه رح تنزل على متجر ستيم بخلال 29 اثنين لنحكي عن احداث اللعبة بتدور احداث اللعبة حول احداث معركة القادسية بالعراق في القرن السابع وسوف يحصل اللاعب فيها على شخصية من احد الشخصيات اللي كانت في المعركة الحقيقية ايام معركة القادسية اللي بالعراق وقالوا مؤسسين اللعبة ان اللاعب رح يحصل على فرصة للعيش جوات المعركة الحقيقية ويمكن يقاتل لوحده او الحصول على فرقة من المحاربين للقتال سويا على الاتاحة بالعديد من الأسلحة المتنوعة بجانب إمكانية وضع استراتيجية لاستخدامها بشكل صحيح ضد العدو مرارا بوجود خيول وجمال اللي يعني رح تواجد بهي اللعبة رح تكون لعبة واقعية جدا جدا وخصص مؤسس اللعبة مكان صغير للعبة لعرض المنتج تبعه اللي استطاعوا حشد أعداد كبيرة من المهتمين ووضحت الشركة كمان انه رح يوضحوا انه رح يدخلوا فيها استراتيجيات ومؤثرات قوية جدا وجرافيك قوي جدا مثل مؤثرات الغابات والقمم الجبلية والهواء والشمس وهيك فهي رح تكون لعبة قوية من ناحية الجرافيك ولا نحكي شو رح تختار شخصية وشو رح تلعب رح تلعب انت بشخصيتين رح تختار فيهم اللي هم عاصم وقعقعة هدول الشخصيات واحد منهم بتميز بالقوة والوحشية والتاني بتميز بالسرعة واداء الجيد بالمعارك والحنكة يعني مثل ما بيقولوا نحكي عن عالم اللعبة عالم اللعبة بيظهر فيها عالم العراق اللي هو بلد العراق يعني بالقرن السابع برسوميات وجرافيك خيالي جدا اللي هي انه رح تكون ارض متنوعة للغاية ومليئة بالتضاريس المختلفة بجانب المناظر الطبيعية الجميلة كتير فيها رح تكون للعبة وبينطلق عالم اللعبة بالفرسان والمعبد وعديد من المعالم التاريخية واشكال من هندسة معمارية حقيقية جوات اللعبة موجودة هي فعلا بالعراق ورح تكون اللعبة من تصنيف AAA يعني شو يعني تصنيف AAA A A رح يكون تصنيف هاي اللعبة انه بيعني انه تم تطويرها من قبل فريق ضخم جدا بميزانية مالية عالية جدا غالبية الالعاب من هذا النوع بتحصل على تقايم ومراجعات جيدة جدا بما في انه المطورين بيعملوا كل جهد وشدة في الصنع في الجيم بلاي ممتاز وبيحاولوا يكون الجيم بلاي فيها قوي جدا لحتى اللعبة تكسر الدنيا وتنزل بقوة جدا للساحة عروض السينمائية بهي اللعبة كتير رح تكون رهيبة وفيها أصوات وفيها أداء صوتي رائع وفيها أونلاين شبيهة للعبة The Last اوف يوز اللي هي كلياتنا نعرفها اللي أخذت تقييم عشرة بالعشرة من كل شيء طبعا هي ما رح تتقارن بهي اللعبة لأنه شركة هاي اللعبة قوية جدا وما رح نقدر نقارن هاي اللعبة وهي الشركة يعني طبعا مدعومه بشكل كبير وميزانيه بشكل كبير هدول الجماعه اللي ظاهرين امامكم يعني هن المطورين كلياتهم كل وهدول يعني كانت فكرتهم بسيطه وكبرت وحده وحده من عن خلال المهندس اللي هلا بدنا نحكي عليه من ناحيه المهندس اللي بنحكي عليه لنا لكم اللي هو احمد فؤاد من ناحيه الشخص اللي طور اللعبه او المهندس خلينا نقول اللي هو احمد فؤاد اللي هو مخرج اللعبه ومدير التنفيذي اتنقل بين عده مجالات بينات الارشاد السياحي ودرس بالجامعه بعدين اشتغل الى البرمجه بالمواقع الالكترونيه وتطبيقات الهواتف الجواله ومنها الى تاسيس شركه كامله في هذا المجال باسم زون تيك وبعد بحث طويل بتفاصيل الالعاب عرف شركه ايبك جيمز بتنزل محرك شهير اللي هي ايبك جيمز صاحبه لعبه فورتنايت الشهيره انه بتنزل محاكي للعبه او مصمم للعبه باسم انريل هذا المحاكي مجاني وبتيح للجمهور فرصة عظيمة من اللي بيحلم بيصمم لعبة متقنة وبيوفر مصاري كتير واموال طائلة جدا يعني بيقدر يشتغل على هاي اللعبة بامكانيات بسيطة وبدون تكلفة عالية جدا المطورين بالفريق بهاي اللعبة رح يكون من هون اللي اشتغل على العاب جدا عالية مثل اساسن كريد اللي كلياتنا بنعرفها طبعا الغنية عن التعريف وفي منهم متخصصين بالازياء اختياري تبع سياب الحقبة القديمة مثل اساسن كريب تعرفوا أنتم كل شيء اواعي كل شيء ثياب كانت بهي اللعبة من الحقبة القديمة هدول في منهم الاشخاص اشتغلوا بهي اللعبة وهلا عم يشتغلوا بهي اللعبة وضموا مصمم مواقع لرسم بيئة العراق كاملة من قبائلها وصحراء او كل شيء كامل فيها رسم كل شيء فيها من الحقبة العتيقة القديمة مشان تكون اللعبة واقعية اكتر واكتر وبتولى دبلجة هاي اللعبة بالعربية الشخصيات نفسها اللي دبلجت لعبة شادو اوف Tomb برايدر اللي هي معروفة جدا واللي لقت كثير من الاعجاب من قبل اشخاص بالترجمة او الدبلجة العربية الفريق صراحة بيحتاج شرح كتير طويل وذكر كل مهماته المختلفة وكل إنجازاته هذا بيستحق فيديو لحاله هذا الفريق فريق قوي جدا مصري مية بالمية وإن شاء الله هي اللعبة رح تنزل ب 29 الشهر ورح تكون قوية جدا جدا نازلة بالسوق وبتمنى أنا أنا واحد من الناس اللي بتمنى إنه هي اللعبة تندعم من قبل عدة ناس ومن قبل شركات كبيرة لأنه إن شاء الله هي اللعبة رح تكون نقلة كبيرة للعالم العربي بتصميم الألعاب وعمل الألعاب الجديدة مثل هاي اللعبة اللي بتحتاج جرافيك عالي و بي اس حلو وبتعطيك امكانيات قوية جدا يلي انت بتخليك تحس بواقعية اللعبة وغير الاصوات اللي فيها وغير المؤثرات البصرية اللي انا حكيت عنها كلياتها انا حكيت لكم كل شيء عن الشركة وكل شيء عن المصممين وصاحب الشركة وتنفيذها وفكرتها اللي هو احمد فؤاد نتمنى له النجاح ويا ريت كل شخص يدعم هاي اللعبة وان شاء الله اللعبة رح تتوفر يوم 29/2/2020 انا واحد من الناس ان شاء الله اللي رح ادعم هاي اللعبة وحاول انشرها كتير بين الناس لانه لعبة فعلا تستحق النشر بس لحد الان مثل مظاهر امامكم يعني او شفتوا انتم بالفيديو الجيم بلاي تبعه شلون ممكن يحتاج شوية تعديل ممكن يحتاج الذكاء الاصطناعي يرتفع فيها شوي هي اللعبة حلوة بس محتاجة تعديل اكتر ومحتاجة ميزانية اكبر هي ميزانية 15 الف دولار ولا شي يعني هنا حققوا 15000 ألف دولار من عن طريق الموقع مساعدات من قبل 213 شخص تقريبا مبلغ كتير قليل لهيك لعبة ولهيك دخلة داخلينا بهيك ألعاب فبس هيك مقطعنا اليوم بشرح هاي اللعبة فيها رح أترككم تحت بالوصف كل شيء اللي تبع اللعبة ويا ريت إذا أنت أول مرة عندك تشاهد الفيديو على القناة حط لايك للفيديو مشان يوصل لأكبر عدد من الناس وشكرا على المشاهدة إذا كملت المقطع الآخر وبرعاية الله. <applause>